النهارده كمان بيأتي افتتاح ملاعب البادل بمقر الجزيره. ده من مستجدات الخطه الانشائيه والخدميه الهائله اللي قام بيها مجلس اداره النادي من اليوم الاول لتولي المسؤوليه، ومن اجل منح الفرصه لاعضاء النادي لممارسه اللعبه. الاجمل من كده كمان طبعا اللعبه بتحظى بشعبيه واسعه جدا جدا جدا، بيمارسها الكبير قبل الصغير. من ادي الزياره معانا على الشاشه، الزياره لمجلس اداره النادي الاهلي بافتتاح الملاعب. طبعا انجاز كبير يضاف لانجازات النادي الاهلي ومجلس ادارته بقياده الكابتن محمود الخطيب اللي معانا على الصوره. طبعا الحدث الاجمل كمان اللي هنشوفه خلال الايام اللي جايه حاجه بقى قمه في الشياكه، قمه في الحلاوه، فرع النادي الاهلي التجمع الخامس. برضه مش عايزين نحرق او مش عايزين نتكلم عليه قبل ما يحصل، انما هتشوفوا حاجه حلوه قوي 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 مش موجوده في اي نادي تاني. عشان كده بقول لحضراتكم النادي الاهلي مهما اتكلموا عنه، لا النادي الاهلي في حته ثانيه خالص. النادي الاهلي دايما فوق الجميع، والنادي الاهلي هيفضل فوق الجميع. عايز اتكلم بقى طبعا زي ما شايفين حضراتكم قبل ما نروح مشوار تاني، بصوا بقى قمه العظمه وقمه الجمال وقمه الحلاوه واهتمام الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي والسيد الاستاذ عمرو فاروق في الصوره، بيتفقدوا المنشات، بيتفقدوا الحاله اللي عليها ملاعب البادل، وماشيين في النادي. يعني هم كل مصلحتهم النادي الاهلي، وده اللي متعودينه دايما من مجلس اداره النادي الاهلي. ما يهموش غير حاجه واحده بس، لا شفنا مره بطوله بناخدها واحد بينسبها لنفسه، مجلس اداره بينسبها لنفسه، رئيس مجلس اداره بينسبها لنفسه، لا شفنا اي انجاز سواء على مستوى الانشاءات او على مستوى الاحداث الرياضيه رئيس النادي بينسبها لنفسه او اعضاء مجلس اداره بينسبها لنفسه. ابدا ما عندناش احنا الكلام ده خالص. عشان كده احنا مختلفين عن الغير، عشان كده الغير بيحسدونا على اللي احنا فيه، عشان كده الغير نفسهم يبقوا ربع النادي الاهلي، يبقوا ربع النادي الاهلي، لكن مش هيقدروا، لان النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم في حته تانيه بعيد خالص. النادي الاهلي فوق الجميع في المنظومه الرياضيه.